تحت رعاية البنك المركزي الموريتاني انطلاق فعاليات النسخة الثانية من ملتقى الكفاءات في المهجر. إذاعة موريتانيا تنظم ندوة علمية تستعرض إنجازات العشرية الأخيرة تحت عنوان مكاسب التنمية وتنمية المكاسب. بنواذيب اختتام ورشة عرض نتائج الدراسة المتعلقة بتصنيف فضاء خليج النجمة. مساء الخير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الثامنة من قناة الموريتانية، كل عام وأنتم بألف خير. ونبدأ هذه النشرة ببريد رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز، حيث وجه سيادته برقية تهنئة إلى فخامة السيد وين مينت رئيس جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. أكد رئيس الجمهورية لرئيس جمهورية اتحاد ميانمار حرص بلادنا على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين خدمة لمصالح شعبيهما الصديقين. وشح وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيد الناني للشروق صباح اليوم بمكتبه عددا من موظفي الوزارة باسم رئيس الجمهورية، حيث وشح الوزير بميدالية شرف من الدرجة الأولى السيد أحمد السالك محمد مختار مستشارا مكلفا بالاتصال، وبميدالية شرف من الدرجة الثانية السيد محمد الحافظ الشيخ زنيقي وكيل محاسب، وبميدالية شرف من الدرجة الثالثة السيد بيبات بوشامة بواب في الوزارة. جرت مراسيم التوشيح الذي يدخل في إطار الفعاليات المخلدة للذكرى 58 لعيد الاستقلال الوطني بحضور الأمين العام للوزارة وعدد من كبار المسؤولين. انطلقت صباح اليوم بقصر المؤتمرات أعمال النسخة الثانية من ملتقى الكفاءات في المهجر، وذلك تحت شعار موريتانيا والتحول الرقمي أي مستقبل. وقد شهدت النسخة الحالية التي تجري تحت رعاية البنك المركزي الموريتاني مشاركة واسعة من ممثلي الأطر في المهجر. عقول موريتانيا المهاجرة تتناهى من جديد إلى نواكشوط في النسخة الثانية من مؤتمر مد. مئات الشخصيات من أطر ومهندسين وخبراء محاسبة وتسيير في كبريات المؤسسات الدولية شاركوا في هذه التظاهرة المنظمة من قبل تجمع موريتانيا وعقولها في المهجر المعروف اختصارا بمد، برعاية من البنك المركزي الموريتاني، وذلك تحت شعار موريتانيا والتحول الرقمي أي مستقبل. يطيب لي في البداية أن أتمنى لكم تحقيق جميع أمنياتكم بمناسبة السنة الجديدة 2019 التي يعتزم البنك المركزي الموريتاني على جعلها منعطفا حاسما في رقمنته ورقمنة القطاع المالي الموريتاني بشكل عام. كما أعبر لكم عن سعادتي البالغة لرؤية الكفاءات الموريتانية في المهجر تجتمع في نواكشوط، معربة بذلك عن تشبثها العميق وتعلقها الكبير بوطنها العزيز. إن رعاية البنك المركزي الموريتاني لهذا المؤتمر تأتي انطلاقا من ملامسة موضوع موريتانيا والتحول الرقمي لرؤية البنك الاستراتيجية الهادفة إلى لفت انتباه شركائنا في الوطن إلى الفرص الكثيرة التي يتيحها التحول الرقمي لتمكين بلادنا من الوصول إلى أهدافها التنموية. يرى أصحاب المبادرة فيها فرصة ثمينة لتبادل الخبرات والتجارب بين الأطر في المهجر ونظرائهم في الداخل، بغية خلق قناة تواصل معرفي يواكب مستجدات العصر والطفرة المتسارعة في عالم المال والأعمال ودروب التنمية الاقتصادية المتعددة والمتشعبة. يسرنا في مشروع الكفاءات الموريتانية بالمهجر أن نرحب بكم في مؤتمرنا الثاني الذي اخترنا له عنوان التحول الرقمي لموريتانيا أي مستقبل، و
ولم يكن اختيار العنوان محض صدفة في عصر تتسارع فيه وتيرة التقدم التكنولوجي بشكل مضطرد لتكون العمود الفقري للثورة الصناعية الرابعة، وتعتمد في ذلك على دعائم أهمها إنترنت الأشياء والبيانات الكبيرة والبيج داتا والذكاء الاصطناعي والبلوكشين والسحابة الإلكترونية. الحضور الكريم، لا يخفى عليكم ما تتيحه هذه التكنولوجيا من فرص للعمل وما تقدمه من محفزات لريادة الأعمال، حيث تتعدى الحدود الجغرافية في معناها الجامد، إذ نستطيع أن نستخدم خوادم في إفريقيا الشمالية ونحن في الطرف الآخر من العالم. وهنا يأتي المدخل الرئيس لطرح الأسئلة المفاتيح لكل دولة على حدة من أهم هذه الأسئلة، تلك التي تشخص واقع البنية التحتية الرقمية للبلد المستهدف بالتحول الرقمي. كل ذلك وأكثر سنحاول سبر أغواره على مدى يومين متتاليين في مؤتمرنا المبارك هذا، لنخرج بتقرير مفصل يرصد كل تلك الكليات ويغوص في بعض الجزئيات المهمة، لنتمكن معا من المساهمة في وضع رؤية استراتيجية للتحول الرقمي الذي لا يجب أن نتأخر فيه كثير. أول العروض المقدمة كان بعنوان آفاق رقمنة القطاع المالي في موريتانيا، وقد أشفع العرض بنقاش جاد بين عديد الخبراء العاملين في المهجر ونظرائهم في البنك المركزي الموريتاني. على مدى يومين يكثف المشاركون عروضهم بغية تحقيق عديد الأهداف، التي منها مناقشة المواضيع ذات الصلة بالتنمية المحلية واقتراح الحلول المناسبة ووضع إطار لنقل الخبرات من خلال الورشات والدورات التدريبية، وكذا التواصل مع المستهدفين لتحديد الأولويات وتجاوز العقبات. مشاهدينا، أعلنت الوزارة الأولى عن تنظيم مسيرة من أجل التعبير القوي عن موقف وطني موحد ضد كل أشكال التمييز وضد كل ما من شأنه أن يؤدي إلى المساس بتماسك شعبنا وتضامن مكوناته. وجاء في بيان أصدرته مساء اليوم أن هذه المسيرة التي ستنظم برعاية وحضور رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز تقرر تنظيمها يوم الأربعاء المقبل، وهذا نص البيان. وقوفا في وجه الخطابات المشحونة بالكراهية والتحريض على الفرقة أيا كانت مصادرها، ومن أجل التعبير القوي عن موقف وطني موحد ضد كل أشكال التمييز وضد كل ما من شأنه أن يؤدي إلى المساس بتماسك شعبنا وتضامن مكوناته، وتأكيدا على التزامنا بالحفاظ على لحمتنا الوطنية والذود عن قيم التسامح والعيش المشترك في كنف السلم والوئام التي عرف بها شعبنا عبر القرون، واستجابة لدعوة العديد من القوى والأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني والمرجعيات الاجتماعية. فقد تقرر وبرعاية وحضور فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز تنظيم مسيرة وطنية يوم الأربعاء 9 يناير 2019 تنطلق على تمام الساعة 8 صباحا عبر شارع جمال عبد الناصر، تنتهي بمهرجان بساحة المطار القديم. وتعتبر مشاركة الجميع في هذه المسيرة أمرا ضروريا وواجبا وطنيا. نظمت إذاعة موريتانيا بمقرها في نواكشوط ندوة علمية تحت عنوان مكاسب التنمية وتنمية المكاسب، قراءة في حصيلة 10 سنوات من الإنجازات. وقد قدمت خلال هذه الندوة مجموعة من المحاضرات استعرضت بالتفصيل الإنجازات التي تحققت في البلاد خلال العشرية الأخيرة والتي طالت مختلف المجالات. تصدرت المحاضرات المقدمة في هذه الندوة مواضيع الإصلاحات الدستورية والمؤسسية وتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ الوحدة الوطنية ضمن عروض حاولت استقراء الإنجازات التنموية لبلادنا خلال العشرية الأخيرة. كما استأثرت بجانب من هذه الأمسية مواضيع خدمة العمل الإسلامي وفقاً للمنهج الموريتاني وحضور الدبلوماسية الموريتانية في المحافل الإقليمية والدولية، إضافة إلى التحول الاقتصادي والحصيلة التنموية. كما استعرض المحاضرون مميزات وخصائص المقاربة الأمنية الوطنية المتعددة من خلال استقراء الأساليب والوسائل التي تميز هذه المقاربة.
مواضيع عديدة تطرق لها الباحثون، حيث حظي دور الثقافة والإعلام في تنمية البلد بقسط من البحث والنقاش. وخلص المحاضرون إلى التأكيد على ما تنعم به موريتانيا من أمن واستقرار مكن من تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية وسياسية عامة خلال هذه العشرية. إن هذه الندوة المنظمة بعنوان موريتانيا مكاسب التنمية وتنمية المكاسب قراءة في حصيلة 10 سنوات من الإنجاز تهدف إلى تقديم قراءات عملية ومقاربات موضوعية لتحصيل 10 سنوات من الإنجازات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية تجسد للمشروع المجتمعي لرئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز. ولا شك أن الضيوف من أساتذة وباحثين مختصين سيثيرون بعروضهم القيمة مختلف المواضيع وينورون الرأي العام في هذا المجال. مع قادة الرأي والفكر تواصل إذاعة موريتانيا مسارها للتواصل مع الجمهور عبر الندوات والحوارات الفكرية المباشرة في شتى المواضيع التي تهم الرأي العام وتخدم الأهداف التنموية الشاملة. إلى مدينة وذيب، حيث اختتمت اليوم أعمال ورشة عرض نتائج الدراسة المتعلقة بتصنيف فضاء خليج النجمة، ويدخل إعداد هذه الدراسة في إطار الاستعداد لإطلاق تدخلات مشروع واجه التابع لوزارة البيئة والتنمية المستدامة. تعتبر منطقة خليج النجمة من أهم المناطق البيئية والسياحية، وتمتد على طول 12 كيلومتر بمحاذاة شواطئ كبنو. هذا الموقع المتميز وما يتوفر عليه من مقدرات طبيعية متنوعة أصبح مهددا بفعل تحديات عديدة. وضعية دعت السلطات العمومية إلى التدخل عبر مشروع واكا الذي يهتم بالحفاظ على البيئة البحرية ودعم التنمية على الشاطئ. وفي هذا الإطار يأتي انعقاد الورشة الخاصة بعرض الدراسة المتعلقة بتصنيف خليج النجمة الواقع في مدينة واذيبو. خليج النجمة معطية لعناية خاصة بالتعاون مع المنطقة الحرة، وبدأنا في السنة الماضية كنا اختاروا قاع تصنيف يتم على أثناء سنة 2018، وبدأنا في يناير الماضي عدلنا حملة كبيرة التحسيس مع المنطقة الحرة، تعطي مقترح لتصنيف خليج النجمة وكل القطاعات المعنية لأنها مشتركة في هذه الورشة اليوم. إياك تعطي اقتراحات مولهية وتعطي تكملة لما قد عدلوا الخبراء. وتعد سلطة منطقة واذيب الحرة من الجهات التي تواكب وزارة البيئة والتنمية المستدامة في مساعيها الهادفة للمحافظة على التوازن البيئي. كما تعلمون منطقة واذيب الحرة يعطي عناية خاصة للبيئة، وبهذا السبب ندعم جهود مشروع واكا التابع لوزارة البيئة والتنمية المستدامة بحفاظ على المناطق الشاطئية خاصة الخليج النجم. وهذه الورشة تتناول مواضيع جد مهمة ستعزز قدرات المشاركين. توصيات الورشة المنعقدة في مدينة واذيب دعت إلى متابعة وتنفيذ محاور الدراسة وتعزيز التشاور مع كافة الأطراف لوضع تصور شامل لتنمية وتطوير فضاء خليج النجمة. سياسيا، في هذه النشرة نظمت منسقية حزب الاتحاد من أجل الجمهورية على مستوى مقاطعة تفرغ زينة مساء أمس نقاشا حول الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي. وشهدت هذه الأمسية السياسية مداخلات من طرف عدد من الأساتذة الجامعيين والباحثين تطرقوا خلالها إلى أهمية الوحدة الوطنية ومساهمتها في تدعيم السلم الأهلي، منوهين بجهود السلطات العليا في البلد في هذا المجال. حضر هذه الندوة العديد من مناضلي ومناصري حزب الاتحاد من أجل الجمهورية. المتحدثة باسم فريق تفرغ زينة سيدة فاطمة عبد الملك أكدت في مداخلتها أمام الحضور أهمية دور المواطنين في ترسيخ وتدعيم الوحدة الوطنية. احنا كاملين كمواطنين، احنا كاملين كنخبة، احنا كاملين كمواطنين بسطاء
يهمنا هذا الموضوع باللي موريتاني موريتانينا كاملين، وفرض علينا نتواجدوا بقوة للتصدي لكل شيء كامل الله يمس من وحدتنا الوطنية ومنسلمنا الاجتماع. فرصة سانحة أيضا لي نشكر الأساتذة والدكاترة اللي أعطونا حصة من وقتهم، مشكورين ياك يثرون هذا الموضوع للنقاش، ولا إن شاء الله ندخلوا فيه كاملين بهدوء ونقولوا ذاك اللي ميارتنا نقولوا بهدوء باللي مرة أخرى موريتاني موريتاني لا نحن ولا عندنا بلاد أخرى واعدينها عن موريتاني، ميارتنا نحافظوا عليها نحافظوا عليها كاملين. شاكرتكم على الحضور، وراني مرحبة بكم كاملين، مرحبة بالهيئات الحزبية الهون ومرحبة بالمنتخبين كيف قلت. الآن مشاهدينا إلى جديد المال والأعمال هذا المساء مع محمد بلال. مساء الخير محمد. أهلا وسهلا بك وبقية المشاهدين الكرام، أهلا بكم. أهلا بكم مشاهدي الكرام، ونبدأ نشرتنا بأسعار أهم العملات العالمية مقابل الأوقية حسب بيانات البنك المركزي الموريتاني. قامت غرفة صناعة دمشق وريفها واتحاد المصدرين السوري مؤخرا مهرجانا تحت عنوان صنع وزرع في سوريا للمرة الأولى لدعم التنوع الزراعي والصناعات الزراعية السورية وترويجها بمشاركة كبيرة من أغلب الحافظات بين أغلب المحافظات في الريف السوري. وعرض خلال المهرجان أهم المنتجات الزراعية السورية والمحاصيل الزراعية التي تشتهر بها سوريا بالإضافة إلى الصناعات الغذائية الطبيعية المرتبطة بها، وقد تنوعت المعروضات بأهم أنواع الزراعة في سوريا إضافة إلى صناعة الحرير الطبيعي التي كانت موجودة في هذا البلد. أطلقت بلدية اسطنبول التركية خدمة مربحة للجميع عبر وضع صراف نالي لمحطات المترو، يستبدل المواطن التركي من خلاله الزجاجات البلاستيكية الفارقة بتذاكر للمواصلات العامة بالمترو، وذلك بهدف حماية البيئة والتشجيع على إعادة النفايات، والذي طورته مديرية المعلومات والتقنيات للمدن التركية التابعة لبلدية اسطنبول. وسيسمح المشروع الآلي لسكان المدينة بالحصول على تذاكر مجانية لوسائل النقل عبر استبدال العبوات البلاستيكية الفارقة ببطاقة النقل الخاصة بالمواصلات، وينتج المشروع قاعدة مزودة ومربحة لمستخدمين. فيما يلي نتابع جديد أهم الأسهم والمؤشرات في الأسواق المالية العالمية. ختام النشرة الاقتصادية بعد الفاصل، عودة إلى زميل القالية متع مرشين وما تبقى من النشرة. شكرا محمد، أهلا بكم جديد. أطلقت جمعية يد بيد مساء أمس في مقاطعة الميناء بولاية نواكشوط الجنوبية نسخة جديدة من ملتقى الأخوة الذي تنظمه الجمعية منذ سنوات. الأمين العام للجمعية الإمام عبد الله يسار أكد في مداخلته أهمية الأخوة الإسلامية، مبرزا دور الجمعية في ترسيخها بين كافة شرائح المجتمع. وتميز هذا النشاط بمحاضرة حول مقومات الأخوة تطرقت لمختلف جوانب هذا الموضوع، وأبرزت المداخلات أهمية سعي الجميع إلى إبراز مضامين الأخوة بين المجتمع الموريتاني. وتستمر فعاليات هذا الملتقى على مدى 5 أيام يتم إحياؤها بمختلف الأنشطة التي تساهم في نشر ثقافة الأخوة والتسامح.
دوليا ذكر مركز شبكات الزلازل الصيني أن هزة أرضية بلغت قوتها 5.3 درجات على مقياس ريختر سجلت اليوم في محافظة غونغشيان في مقاطعة سيشوان جنوب غربي الصين. أضاف أن المركز أن الهزة الأرضية التي وقعت في حدود 9 صباحا بتوقيت المحلية كان على عمق 15 كيلومترا تحت سطح الأرض، ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية. شاهدينا أخبار الرياضة، هذا نستمع وردة متبع. مساء الخير وردة. أهلا بك الغالية، أهلا بكم مشاهدينا، تلتقونا بعد فاصل جديد الرياضة. أهلا بكم. وقع الدولي الوطني واللاعب السابق لنادي تفرق زينة محمد يحيى دلاهي عقدا مع دفاع تاجنان الجزائري يمتد لموسمين. وسافر دلاهي الذي كان ينشط في صفوف تفرق زينة إلى الجزائر الأسبوع الماضي من أجل إكمال المفاوضات مع إدارة تاجنان، وقد خاض اللاعب عدة تجارب احترافية سابقة لكنها لم تستمر طويلا رغم محافظته بشكل دائم على مكانه في المنتخب الوطني الأول. أكد مدرب نادي جهل من السيد سيد محمد دول عبد الله أن الفوز الذي حققه فريقه خلال الجولة الماضية على حساب المتصدر تفرق زينة سيكون حافزا للنادي الصاعد الجديد إلى دور الأضواء من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في الجولة المقبلة أمام وصيفة ترتيب اف سي نواليب. اللاعبين لم يقصروا، قدموا مباريات كبيرة خصوصا من ناحية التكتيك العالي كان هنالك هو الانضباط، وبالتالي تمكنا أيضا من ترجمة تلك الفرص التي تحصلنا عليها. ومباراة لم تكن سهلة لكن الفوز كان مهم بالنسبة لنا، خصوصا بأن نادي جاه هو نادي صاعد الدرجة الأولى، تفوز على تفرق زينة على أندية كبيرة على حد ما يعتبر هو الآخر إنجاز لحد ذاته. تنطلق غدا الجمعة المنافسات الجولة 12 من الدوري المحلي لكرة القدم، حيث يستقبل نادي جهة صاعد حديثا إلى دوري الأضواء حامل لقب الدوري الموسم الماضي نادي اف سي نواليبو، وذلك بملعب المرحوم شيخ والبيضية ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة من مرحلة الذهاب. ندعوكم فيما يلي إلى متابعة جدول مباريات الجولة 12 من خلال العنصر التالي. ضمن رصدنا لأبرز الإنجازات الرياضية للعام 2018 نقدم لكم فيما يلي تقرير أعده الزميل عبد الحميد سالم عن تتويج المنتخب الوطني لرياضة الكرة الحديدية بلقب كأس الأمم للكرة الحديدية التي نظمت شهر سبتمبر الماضي بكندا. هو المنتخب الوطني للكرة الحديدية يصنع الفرجة والفرحة بالملاعب الكندية وأمام أكبر المنتخبات العالمية في هذه اللعبة ذات الشعبية الكبيرة في بلادنا. العنوان الأبرز للصحف العالمية المهتمة بهذه الرياضة كان هو موريتانيا تتوج بلقب كأس الأمم للكرة الحديدية، وهو العنوان ذاته الذي تلقفت وافدة الموريتانيين بفرح شديد أثلج قلوب الأسرة الرياضية الوطنية على وجه الخصوص. محمد خبوز، بوبكر تراوري، سيدي رمضان، أحمد مهاه، ومعطر المنتخب إبراهيم المبدة، أسماء صنعت الحدث ورفعت العلم الوطني شامخا فوق الهامات وبين كبار منتخبات العالم في الكرة الحديدية. المنتخب الوطني للكرة الحديدية توج بهذا اللقب بعد أداء مشرف وفوز مستحق في جميع مبارياته أمام منتخبات عالمية قوية، قبل أن يتمكن في المباراة النهائية
من الإطاحة وبفارق كبير بمنافسه في النهائي منتخب هايتي، وذلك بنتيجة 13 نقطة مقابل 5 نقاط. وكان المنتخب الوطني قد توج بالميدالية البرونزية لكأس العالم في دورة 45 التي أقيمت بمدينة إزمير التركية عام 2010. شكرا لمتابعتكم، بعد الفاصل نعود للغالية مرشي. شكرا لك وردة. مشاهدينا الكرام، ختام النشرة، نعود فنذكر بأبرز ما جاء فيها. تحت رعاية البنك المركزي الموريتاني انطلاق فعاليات النسخة الثانية من ملتقى الكفاءات في المهجر. إذاعة موريتانيا تنظم ندوة علمية تستعرض إنجازات العشرية الأخيرة تحت عنوان مكاسب التنمية وتنمية المكاسب. بنواذيب اختتام ورشة عرض نتائج الدراسة المتعلقة بتصنيف فضاء خليج النجمة. بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر موقعنا على الانترنت وكذلك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. نلتقي بإذن الله في نشرة منتصف الليل. إلى اللقاء.